في انتظار واحد 18 الثانية 14-13 اكسيتيرا، وفي نفس الوقت كتشوف واش شي واحد يعني قاطعين الجهة الأخرى لأن هذوك السيارات واقفين، وحنا دابا عاد في فير دابا اون بو باسي. والطريق اللي تحددت عليها هي هذه اللي كتشوفوها أمامكم داكور. أتون وي 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 أو 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 إي وي أوكي. باقي عندي الحق هذا المركز جيت ليلى باش يعطيني الإمكانية اسمحوا لي كنعدو لكم شويش معايا. دابا الحديقة اللي كنت فيها هي هذه، طويلة مشات 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 مشات، يعني مكان كبير بزاف. ودابا الكراسة اللي قلت تروفة ديال اللوح كبار من السليم، كريسيات عييتي جلس مع راسك ارتاح. وهاد الرمز هذا لتحت طبعا، هاد بحال هادوك اللي في طنجة، اللي في طنجة دوك البنايات الزجاجية اللي في لوبور. ولكن هذا لاحظوا هذه المسألة ديال اللوينات اللي تعملوا، عطاو واحد الجمالية. هنا العكس، خلاوه زجاج يعني فحال بلوك دو فير، ما عاطي لا كما كيقولوا لا زين لا مجيب كري. حدانا واحد الكرواسير في لوبور راه مغادر، ترانس ميديترانيا. وهذا المكان سبق لي جيت له في الصيف، يعني ما تلقاش البلاصه ديال كما يقال. والوجهه ديالي في الغدا ان شاء الله جيسبر هي ديك القصبه الفوق، وغيبان لكم تما كاين واحد ثلاثة دريات في الأعلى فوق ديك البناية، راه كاين واحد ثلاثة دريات تما غادي نصور مالاغا. وكنت هدرت على واحد العمارة هذه اللي جاية اللي باينة طالعة في داك في ديك الجبل، هذيك أكيد أنها من أيامات الفساد تاعو، مات الاسبانيين مروا بهاد المراحل هادي. هاد المكان هنا في الصيف ما تلقاش المكان ديالك، عامر 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 عامر، كيكون عامر بواحد الشكل كبير. دابا بصراحة اللي بغى يجي يتمتع بمالاغا يجي في هاد الوقت هذا. نقدر نقول لكم ان كلشي رخيص. طيارة، وهنا جات فرصة أنني نهدر على واحد الموضوع كيهم على الخصوص الشركات ديال النقل البحري بين الضفتين، يعني بين المغرب والجنوب الإسباني، يعني إما بين لو بور طنجي ميد الخزيرات أو طنجة طريف. ننصح دوك الشركات على أنهم غير يبدلوا السياسه التجاريه ديالهم، راه داك الثمن اللي عاملين، وراه دائما كنت كنقولها ان ماشي غير انا طبعا كل المستعملين،
ديال داك الخط البحري ان اغلى كيلومتر في العالم. المسافة كنظن راه كلشي كيعرفها، يمكن بين 14 و17 كيلومتر الا ما خفت نكذب. قسم ثمن الرحلة 40 ديال 40 الاورو وشوف شحال كيعطيك الكيلومتر، كيعطيك اغلى كيلومتر كنظن في العالم في نقل المسافرين. ما كنقول شي السيارات ولا السيارات ربما اكثر. الطائرة دابا شحال؟ انا كنتحدث على باش جيت، انا جيت ب 300 درهم، 300 الي و 300 روتور في ظرف يمكن 30-40 مينوت من مطار الى مطار. صحيح كاين داك شويه ديال الانتظار في المطار باش دير تشيكين و تشيكيوك يفتشوك، ولكن شوف غير كون اون ريغل وما عندكش زعما ما كاين ادنى مشكل. انا هضرت على هذا الموضوع ولكن سالي مع قلت هاد الشركات خاصها تغير السياسه التجاريه ديالها. انا كنعطيهم نصيحه انهم يهبطوا الثمن ل 200 درهم في لالي و 200 درهم في الروتور، وانا مأكد انهم غادي يكثروا منا، يعني غادي يقوى الطلب هذا من جهه، لان لو بري غادي يبان ابوردابل، ماشي 40 في 40 80 وعاد نزل تما عاد ديتي السياره خصك تشوف شحال. اما من طنجة للمالاغا فكتربح حتى البيوس اللي كيستعملوا هاد الطرق هذه اللي كانوا كيمشيو ويجيو بزاف راه كيعرفوا على من كنهضر. الكلفه نقصت، انا بالنسبه لي نقصت ب 50% النصف. يعني باش كنت كنمشي مع باش كنمشي دابا سي دوني. شنو اخر